ان النادي الاهلي هيعود للمباراه. دي حقيقه. حتى واحنا بنتكلم في بين الشوطين قلت لي لا الاهلي هيعود للمباراه، واحنا بنتفرج على المباراه سوا قلت لي هنتعادل. علشان روح النادي الاهلي بيقولوا لك وبيكلموك دايما بيقولوا ليه اتعلمتوا ليه النادي الاهلي بيجيب الجوان في الدقيقه 90 والحاجات دي، اهو صغار الاهلي بيعرفوا يجيبوا جون في الدقيقه 90 وفي الدقيقه 93 احرزنا هدف ودول من صغار النادي الاهلي. دي حاجه مهمه قوي. الحاجه الثانيه المهمه يا كابتن انا اعرف معدن اللعيبه دي كويس، لانهم اي لعيبه صغيره بتلعب في النادي الاهلي بتجيلها الفرصه بتاعت الفريق الاول بتتشبث بيها. ممكن كانوا يطلعوا خسرانين لكن ادوا اداء كويس. رعاليا جدعانه قلب عندنا، يمكن لو انه خدتوش بالكم انه اتنين من اللعيبه الفريق الاول طلعوا ونزلوا ناشئين، يعني الفرقه اتعدلت بجميع الناشئين، ما فيش الا عمار، وعمار سنه صغير اصلا لكن لعيب فريق اول. لكن انت بتتكلم على كريم فؤاد غير باحمد سيد غريب، ومحمد محمود احمد عبد النبي نزل مكانه. ايوه فانت بتتكلم على كل اللعيبه اللي هي الصغيرين اللي بيلعبوا، تسعه منهم صغيرين، فما كنتش يعني 10 في الاخر كانوا 10 في الملعب، كان في عمار وحسام يعني. لكن انا بتكلم على ان عمار كمان صغير في السن يا كابتن. أيوة. يعني هو حسام حسن الكبير بس سنه كبير، لكن عمار حمدي صغير. لكن دي تتعلم من لعيبه النادي الاهلي من دلوقتي، بيتعلموا ان هم لاخر ثانيه والاخر دقيقه يموتوا نفسهم، ونعرف نرجع ونعرف نتعادل ونعرف نكسب في الاوقات ال 90 اللي احنا مشهورين بيها كنادي اهلي. فهي من التربيه بقى من الصغر، هي بتبدا من هنا، بتبدا من الروح دي. ممكن تيجي مره وتيجي الثانيه وتيجي الثالثه، هي بتيجي معانا كتير الحمد لله، انا بتكلم على الفريق الاول، لكن كون الناشئين كمان يعملوها فانا سعيد بيهم جدا. وبقول انه دائما النادي الاهلي عنده ثروه كبيره جدا في لعيبه الصغيرين. صحيح. وبدات حته الاعارات تفيدنا افاده فوق ما تتخيل. يعني اقول لك حاجه، من افضل الاعارات ربنا يشفيه اكرم توفيق. أيوه. استفدنا منه. أيوه. جامد، استوى بلغه الكوره. هنتكلم في حته الاعارات دي بتوسع بعد ما اخد راي كابتن بلال في احداث الشوط الثاني بالذات، وفي نفس الوقت يمكن المستر موسيماني في الدقيقه 80